بس ايه ياد، ما تقول لي اي حاجه كده حلوه ملهله. قول ياد، ده انت عليك شويه اشعار يجيبوا اي بيت على ملا وشه. ايش للدرجه دي يا جيني؟ ما تفنجكهاش بحقي. قول لي اي حاجه يا ترعه الشعر. ايش للدرجه دي؟ بنحاول والله على كتب على كتب. قول يا بلاص الناس. يا جيني، انت لمست جوايا حته الغرور والكبرياء. عشان كده هسمعك حاجه بمناسبه كاس العالم كرويه عاطفيه. طب لحظه واحده بس، لحظه اسجلها على الموبايل عشان ما تروحش من بالي. ماشي، بقول لها ايه؟ سلام طول من رب الرحيم. مالك ياد بتعمل كده ليه ياد؟ اسكت، عم بشجع النجم الاسود. ياد انت كده ما تشجع النمر الاسود. ياد بشجع غانا عشان تاخده بطرها من الاوروجواي وتصحط. عليه العوض ومنه العوض. خلاص غانا نشوفكم المونديال الجاي يا جماعه. طب تراهني ان غانا هتعملها وتصعد؟ اتراهن انت ان الاوروجواي هتعملها وتصعد؟ اراهن ابوك. غانا والاوروجواي يودعون البطوله لتستمر سلسله النحس اللي جاعه الجارده. لا 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 لا، معلش يا ابو عمو، انا توقعي طلع صح وغانا صعدت. صعدت كيف يا مهبل؟ انت بتطلع ربع مجموعه. ما صعدت على الطياره اللي راجع على بلدها، انا ما حددتش هتصعد فيه. يا رب. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، انتهى دور المجموعات ودخلنا في الجد، والنهارده هنكلمكم عن دور ال 16. واه، مش هنتكلموا عن كاس العالم؟ جاني ما تجرب تسكت، يعني جرب اسكت، يمكن مع السكات وشويه جرافيك بسيطه كده تطلع قدام الناس بتفهم. ايوه انا مش فاهم برضو ايه اللي جد عشان ما نتكلموش عن كاس العالم. يا حبيبي كاس العالم هنتكلم عن كاس العالم، ما دور ال 16 دي في قلب كاس العالم، امال دور ال 16 ده فرح خالك يعني إيه؟ هم في 16 فريق طلعوا فسموه دور ال 16، إيه؟ مالك انت؟ ايوه فهمت. انت بتعمل ايه يا بارد واللي في يدك ده؟ يدك بقت تتخن من مخك. يا عبيط، دي خدتها من المونديال، كنت عم بشاور لمنتخب الدرجات وهم رايحين المطار واقول لهم ايربورت ذيس واي، ايربورت ذيس واي. واه كبرت يا جهاني وبقيت تتعامل مع الالمان يا مغفلق. اسكت يا جماويني، ده انا شفت معاهم المرار. ديك النهار واحد منهم وقفني وقال لي المطار منين؟ قلت له من هنا يا استاذ، راح قفش عليه وقال لي انسه لو سمحت. واه 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 واه، واعرين الجماعه الالمان دول، بس برضه ما ينفعش نقول لهم قد ايه يعني، دول مهما كانوا في يوم يعني من ابطال البطوله. يا جماويني في مقوله عتقول شجره الابطال بتنقص بس بتنضف. يلا عقبال شجره الصحاب يا رب. أولى مباريات دور ال 16، الطواحين الهولندية تعكش النسر الأمريكي وتلقي به خارج المونديال، مما جعل أمريكا تتزغزغ خالص يا جماعة وتقرر إنتاج فيلم ضخم تطلع فيه إن أمريكا بطل كأس العالم، والفيلم هيكون من بطولة لعيب أمريكي مشهور جدا جدا جدا، بس للأسف المشروع وقف لأن هم دوروا ما لقوش لاعب أمريكي مشهور جدا جدا جدا. ليه؟ ما يوسف أوباما مشهور. شطب يرتبا لك ماويس يا جهين. أبو السيد الشديد يقود الأرجنتين للفوز على أستراليا، وفي تصريح حصري لبرنامجنا ميسي يعلنها صريحة ويقول ما يبقى يوريني حاله المشت الجاي هذا ما يلعب هولندا أو يمسك وفرغل بفان دايك. يا فان دايك مين يا ده؟ الضفيرة يا الضفيرة، شكلك نسيت الأربعة يا اللي بتوع الأنفل. جماويني ما تخلينيش أقفش. فاكر أوريجي ياد؟ جماويني أقفش بجد. خلاص ما تزعلش حالك، مش هقول لك ان صلاح وفيرمينيو كانوا احتياطي يا يود. النيوك الفرنسية تفوز على بولندا 3-1 وتصعد لدور الثمانية. والله يا جماعة فرنسا دي لما تلعب في المونديال بطريقة اسماعيل ياسين ما تستعجبش ما تستغربش، في ناس بتلعب ولا تكسب شيء وناس بتكسب ولا تلعب شيء، نفس الطريقة اللي خدت بيها المونديال اللي فات. لا يا جماويني، بس انا حاسس ان بولندا ممكن تعملها وتعوض. بولندا اتنين وتعوض مين يا مخبل؟ الماتش خلص خلاص يا دي، الاعاده هتيجي الساعه 12 هتعوض فيها. بولندا تعوض في الاعاده؟ ايوه دي هنا. وانت صغير يعني محدش قال لك كخ؟ محدش قال لك عيب؟ محدش قال لك حاجه؟ نزلت من بطن امك ركبت وجيت عليا انا اعلمك كل حاجه؟ جالي على الطوب الاحمر وانا اشطبك؟ لا بالعكس، ده كانوا هيشجعوني ويقولوا لي استمر يا جهني. كانوا بيقولوا لك استمر يا جهني جوه بطن امك، خايفين من المصيبه اللي نازله عليهم. يا دي انت متغاظ ومتكاد مني يا دي وغيران. كل التوفيق للمنتخب العربي الوحيد المغرب اللي ان شاء الله يشرفنا، بس ربنا يبعد عنه الفقر اللي جاري ده.
انت هتقول لهم ايه؟ لا ابدا يا صاحبي، انا كنت بقول لهم ان احنا نقف جنب المنتخب العربي الوحيد اللي في المونديال. انا مش فهمتك كل حاجه يا صاحبي. ايوه ايوه ايوه، بس مع احترامي لمنتخب المغرب انا هتشجع منتخب الاندلس العربي الشقيق. ايوه هو منتخب الاندلس العربي الشقيق اللي انا قلت لك عليه، عايزك تركز معاهم بقى وتدي له كل طاقتك. ايوه بس في حاجه غريبه يا جماويني. ايه؟ اني اتفرجت على ماتشات لمنتخب الاندلس ده ولقيتهم ما يتكلموش عربي. لهجه كيه مثلا ما تونس والجزائر يتكلموا عربي بس احنا ما نفهموش. لهجه ايه. عندهم لهجه يعني كده. ايوه يعني اسبانيا طلعت من منتخبات شمال افريقيا. شفت اديك بدات تشغل مخك وياي اهو، بس بالله عليك ابقى شغل وانت بخلي بالك لعيننا تروح فيها ولا حاجه. متابعيني والفولورز بتوعي، ايه رايكم نلعبوا مع بعض لعبه؟ متابعينك مين يا جهيني وفولورز مين يا جهيني؟ دي كلهم ثلاث انفار اللي طايقين وشك، يعني ممكن تعج عليهم في البيت تاخدهم وتروحوا تلعبوا بلاي ستيشن مع بعض وعلى جهاز واحد ملطي. ياد هتكلم جد؟ ايه رايكم ان كل واحد فينا يتوقع مين الاربع فرق اللي هيصعدوا نص النهائي؟ واه زين هذه اللعبه دي. وانا هبدا بنفسي واقول التوقع بتاعي. اتفضل. انا اتوقع نص النهائي يكون بالاس وتيت. ايه القرف ده؟ ايه القرف اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه اللي نص النهائي هيكون بين اس وتي؟ انت كهربائي. قصدي اسبانيا والارجنتين، بس انا هقول نص الاسم بس عشان نص النهائي. واروح انا واكلك نص قلم على وشك على نص وشك التاني. ليه بس؟ اللي ليه؟ يا بنت حد يا ابني مسلطك عليا، حد قال لك روح اجلط واجلط وهجيب لك مروحه وخلاط؟ لا بس نفسي. نفسك في المروحه والخلاط ولا نفسك تجلطني؟ هو انا نفسي اجلطك بس بلاي ستيشن وخلاط. قول اربع فرق، قول اربع فرق ربنا معانا. اربع فرق يعني يا عم؟ قول اربع فرق هفهم. ما تقولش افهم بس بقى. قول اربع فرق على طول. الاربع فرق اللي اتوقعهم من الناحيه دي يصعد البرازيل والارجنتين، ومن الناحيه دي المغرب والسنغال. الاربع فرق جايين لك من ناحيه واحده؟ ايوه. وان وي. ماشي ماشي ماشي. اسمح لي اقول انا الاربع فرق بتوعي؟ اتفضل اهبط. انا حاسس يا جماعه ان انجلترا والبرتغال هيكونوا في المربع الذهبي، ومن الناحيه الثانيه ناخدوا الارجنتين والبرازيل. ويا سلام يا سلام بقى يا جماعه لو اللي ببالي حصل وميسي ورونالدو اتقابلوا في النهائي. بي 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 على الغفليق اللي هنشوفه. غفليق. ايوه ياد، دول هيتصوروا قصاد بعض وهم هيلعبوا ضمنا كيف ما تصوروا اول المونديال. طب غبي وقلنا جينات عادي ما فيش مشكله ناخدك على عيبك. كمان مهبل مش عارف الفرق بين الدومنا او البلياردو. دومنا تحمر حبيبها لست وحدك حبيبها. مالك يا واكل ناسك؟ اصبر اما اخلص. حبيبها انت ومحمد واحمد وعباس وبرعي، انت كتير الصراحه. انت دورك ايه معاها؟ ما كل دول حبيبها. اسكت يا جماويني، في موضوع شاغلني جدا. واه مالك يا صاحبي احكي لي. سيبني في حالي يا زميلي. طب يعني بتقول لي انه شغلك ليها بارد طالما سيبك في حالك؟ ايوه صح لا مؤاخذه. ما فيش يا سيدي، يعني عايز اقول اي كلمتين حلوين للاكس بتاعتي بمناسبه الفالنتاين. واه انت رجعت للبيت نجف خلاط؟ لا يا ده انا طويت صفحه نجف خلاط دي تماما. انا دلوقتي واقع في غرام سامي يا طرنش. يا معوفق. بس ايه ياد؟ ما تقول لي اي حاجه كده حلوه ملهل. قول ياد ده انت عليك شويه اشعار يجيبوا اي بيت على ملا وشه. مش للدرجه دي يا جيني، ما تفنجكهاش بحقي. قول لي اي حاجه يا ترعه الشعر. مش للدرجه دي، بنحاول والله على كتفنا على كتفنا. قول يا بلاص الناس. يا جيني انت لمست جوايا حته الغرور والكبرياء، عشان كده هسمعك حاجه بمناسبه كاس العالم كرويه عاطفيه. طب لحظه واحده بس، لحظه اسجلها على الموبايل عشان ما تروحش من بالي. ماشي. بقول لها هو انا اجويره طفره وتغيره علشان كل لما اهدف تيجي تترمي وتصدي شخاعي بتهدي من حب كدي ده انا لاجل عيونك متمرمط من هنا للصين هو انا هاريكين علشان اسقط لك على الدايره واكون ليكي محطه ليه رافضه الفول من يدي يا بيت مع انك بطه بطة بتمشي الطاقة وتدلعي وخطفة قلوبنا وعنينا وسلفاتك وستوريهاتك تقول شي يا بت جورجينا ولا كوني فاكرة اني رونالدو هتجرحي قلبي وتدوسي عليه واسامحك برضه وبعد كده عايزاني بأخلاق نظيفة في أمريكا لا بقولك ايه سامحيني
انا مش ابو تريكه. اه الله عليك، عجبتك يد؟ ايوه بس نسيت ادوس على التسجيل. رايح فين يا راجل؟ غربه لا جرف. تعالى بس قول اي حاجه، لو ارتجلت هنفركشه. ياض لو فركشت معاه ياض هتقتلني. ياض بعد